بعد 5 أيام من المناقشات حول موضوع التصوف والتنمية دور البعد الروحي والأخلاقي في صناعة الرجال، أسدل الستار عن فعاليات الدورة 14 للملتقى العالمي للتصوف بمداغ إقليم بركان. وشهدت هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مشيخة الطريقة القادرية البوتشيشية ومؤسسة الملتقى بشراكة مع المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام المعاصر. شاهد مشاركة حوالي 120 من العلماء والأساتذة الباحثين والمفكرين المغاربة والأجانب. تجي هذه السنة بذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى الحبيب المصطفى الرحمة المهداة، احتفالا متعلقا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، والذي لنا فيه النهج السليم والمحجة البيضاء بشتى أنواع الأذكار وقراءة البردة والهمزية، تدبرا في سلوكي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوات القرآن، سلك عديدة من القرآن والبخاري، صحيح البخاري والشفاء للقاضي عياض، وكل هذا دليل على أن تبقى علاقتنا مع رسول الله علاقة بأخلاقه. واختارت اللجنة المنظمة أن تناقش في الدورة الحالية دور التصوف في تنمية المجتمعات، مع التركيز بشكل خاص على الأهمية التي تكتسيها التنمية الروحية للأفراد، وذلك من خلال مداخلات قدمها باحثون مغاربة وأجانب في الأنثروبولوجيا والفلسفة والتصوف والشريعة والسوسيولوجيا والاتصال والقانون والاقتصاد والعلاقات الدولية وغيرها من مجالات البحوث التي تهتم بالإنسان. دائما ما تضحفنا المملكة المغربية الشريفة وراعيها أمير المؤمنين سيدي جلالة الملك محمد السادس بمثل هذه الفعاليات الكبرى التي فيها إعلاء لكلمة الله واحتفاء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تشد الرحال إلى مثل المغرب العربي لحضور أمثال هذه الفعاليات الكبرى التي فيها رعاية للعلم ورعاية للدين واحتفاء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن هنا اليوم في هذا الملتقى العالمي في المغرب الحبيب نشارك ونلقي الكلمات ونلتقي بإخواننا في الله في المغرب وفي جميع الدول العربية والإسلامية التي بل وجميع دول العالم التي اجتمعت في هذا الملتقى المبارك. ومراعاة لما بلغه الملتقى العالمي للتصوف من رقي علمي وتنظيمي واتساع إشعاعي، دعا المشاركون لانفتاحه على المؤسسات العلمية الأكاديمية ارتباطا بموضوع التصوف وما يتصل به من خلال تنظيم ندوات مشتركة خاصة في ظل الشراكات المبرمة مع بعض الجامعات داخل الوطن وخارجه، ودعوة الباحثين المشاركين في دورات الملتقى إلى تزويد مكتبة الزاوية القادرية البوتشيشية بمؤلفاتهم المنشورة توسيعا للأفق والبحث العلميين.